ولات فيك كاملة فين ما مشيتي تلقى مع الربعة ديال الكلاب. عشرين عشرة هاد السيمانة غادي تشوفوا منا غير الجحيم ليلة نهار. باش نحاورو كان وقع واحد المشكل هاد اليومين في السبيطار. السيدة ماتت ما لقينا حتى الطبيب اللي يدير ليها شهادة الوفاة. دابا هنا في هاد الوقفة حاضرين أكثر من 2500 واحد وتقول لنا بعض من السكان. لا إله إلا الله. سالينا معه لا يمثلنا. دابا عندنا الشغل مع المسؤول الاول ديال الاقليم، يعني هذا المشكل ديال تفويت قطاع الماء ديال فيكيك راه الداخليه دابا غادي الشغل ديالنا مع الداخليه. بعد هذا طلب كان داروا الإخوة ديال المستشارين الرافدين، كان داروا واحد الطلب المسؤول الأول ديال الإقليم طعن في الدورة لأن كانت فيها واحد المجموعة ديال الخروقات ولا جواب. ثلاثة طعون ولا جواب، وفي الأخير كيقول لك علاش المستشارين الرافدين ما طلعوش الاجتماع عنده العمالة. انت كاع ما تسوقتي لينا عاد نطلعوا عندك نريعوا معاك. بعدها تفطنا اقول تفطنا احد الممثلين البرلمانيين وماشي ديالنا، هو دابا اللي ولا باغي يدير الحلول لهاد البلده السعيده. كنقولوا له لهذا السيد من اللي كنتي رئيس المجلس الإقليمي حرمت في جيج من واحد الميزانية ديال تقريبا مليار. كان يكره أن ينطق اسمه في جيج في المجلس الإقليمي، ما كيحملناش. دابا هو اللي باغي يدير الحل لان صاحبه العامل باغي يدير له الحل في هذا المشكل ديال الماء باش نعطيوه هدنه وندخلوا معاه في حوار. كنقولوا لهذا السيد الى ما عندكش حل لرفض قرار انضمام الى الشركه ما يشقاش تعود لهنا لفيكي كاع ما تعيش راسك. بالمناسبه هذا السيد كنذكرو بقضاء الكبير راه خدا الحياد، وما ادراك ما قضاء الكبير والناس ديال بني جيل راه خداو الحياد ما تدخلوش في هذا المشكل. حنا كنقولوا لهذا السيد هذا تلاها مع المدينه ديالك وفك المشاكل ديال المدينه ديالك، راه فيكيك عندها الناس ديالها. غادي نرجع للبيان المفاجئ، كان السهول دار فيه واحد المجموعه ديال الاشارات. انا غادي ندير غير واحد النقطة في المسألة ديال هكا كيصنفنا كيصنف بعض المستشارين وبعض السكان. واش تاع هاد الناس ما عجبوك؟ غير هنا راه كاين هنا أكثر من 2500 واحد في الانتخابات اللي صوتوا عليك ما صوتاتش عليك حتى 1000 واحد. دابا هنا في هاد الوقفة حاضرين
اكثر من 2500 واحد وتقول لنا بعض من السكان. هنا هما المغالطه. زيد يقول بانه انتخب بطريقه ديمقراطيه وكيمارس المهام ديالو في اطار الدستور. حنا كنقولوا لك هذه الديمقراطيه ما عرفناش منين جبتيها. الديمقراطيه راه جميع الدساتير ولا جميع القواميس اللي كتشرحها كتقول الديمقراطيه هي حكم الشعب. قال لك الشعب دير هكا دير هكا، ما فيهاش عدل. الديمقراطيه التي تتبجح بها لا نعرفها نحن. احنا كنعتبروها بحال كما قال محمود درويش في الديكتاتور العربي، ها هي الديمقراطيه ديالك. كتمارس علينا الساديه ديالك. دابا ولا للذراع، ما بقاتش في المساله ديال الديمقراطيه. الديمقراطيه كتقول لك ملي يقول لك الشعب تنحى ما فيهاش عدل. في الديمقراطيات غادي نزيدك واحد الاضافه. هادي ملي خرجت الاحتجاجات ديال 2011 الحركة ديال 20 فبراير، فرضات على الدولة باش تغير الدستور وغيراته. ورغم ذلك كنقولوا الدستور ديال 2011 دستور ممنوع. ها الديمقراطيات هو تنزل للشارع وتاخذ الصوت ديال الشارع وتسمع الصوت ديال الشارع. قال لك لا للشركة لا للشركة. بعد هذا تأكدنا جليا أن البيان وما صدر في اجتماع بعرفة أننا في مواجهة الداخلية وخاطب هو الداخلية. نحن مستعدون لذلك. نحن لا نرفض الحوار و لسنا هواة للحراك، ولكن الحوار ليس لم بعد الظروف ديالو باش ندخلو في هذا الحوار. كاين المسألة ديال التصعيب شار ليها السي سهول. غادي ندير واحد الإضافة، لأن قال لكم نهار الثلاثاء الربعة ونصف تشرفت الربعة في تشرفت. كاين شي تفاصيل ما غاديش نقولهم هنا. هاد الحاجة ديال الليل حنا دابا دايرين وقفة بركوكس كلشي سدينها، تيقرار سدينها. كنقول لكم زيدوا عاد الروفو، راه مخليين واحد جوج قنوتة مازال ما سديتوهمش. غير زيدوا الرنفور، النهار اللي غادي نقرروا نخويو راه غادي نخويو، ما غاديش تردونا. الإشارة اللي دار نهار الخميس غادي يكون إضراب عام. كاين ماشي غير نهار، كاين 3 ايام ديال إضراب عام. غادي عاد نزيد عليه، هذا التفسير ما غاديش نفصلوا فيه. وكاين الحديد والصلب، غادي ينزل الحديد الكبير عاود. هاد السيمانة غادي تشوفوا منا غير الجحيم. ليلة نهار غادي نحتجوا صباح وعشية. ما يدور وما يروج وما تروج له بعض النساء في بعض القصور
وما حصل اليوم في دورة ديال المجلس بأنه المستشارين الرافدين هما اللي ما بغاوش يدوزوا النقطة ديال المناح ديال الجمعيات. حنا كنجاوبوا بكل بساطة، راه الرئيس راه عنده الأغلبية، علاش ما جاتش الأغلبية ديالو يدوزها؟ غلطة. ما عندوك الجمعيات، كاين جمعيات الرؤساء ديالها كيقولوا المنخرطين ديالهم ما تمشيوش تحتجوا مع دوك الناس. إلا زادوا هاد الجمعيات غادي نفتحوهم بالاسم، وراه هنا الناس اللي تكلت ليهم ما تمشيوش تحتجوا. هادي 3 أيام وهي الدوكة تقطع، يلا هادي 21 دقيقة كانت الدوكة تقطع. هاريك القطاعات، جميع القطاعات هنا في المدينة كل شيء مفلس، كل شيء. وتقول لنا ديروا هدنا باش نجلسوا باش نحاوروا. كان وقع واحد المشكل هذي يومين في السبيطار، السيدة ماتت ما لقينا حتى الطبيب اللي يدير ليها شهادة الوفاة. الصحة ما كايناش، الضو ما كاينش، اتصالات الكونيكسيون البريد انزلت، والكلاب ضالة راه ولات فيكي كاملة. فين ما مشيتي تلاقى مع الربعة ديال الكلاب، 20 10. غادي نزيد واحد الإضافة، كان واحد المشكل ديال واحد المجموعة ديال المواطنين ما بغاوش يجددوا لهم البطائق الوطنية، ما بغاوش يجددوا لهم البطائق الوطنية لأنهم ساكنين في الخيام. واش هادو ماشي مغاربة؟ واش هادو هالعار؟ واش هادو ماشي مغاربة؟ في هاد الإضافة هادي كنزيد شي ناس ولاو يمشيو يديروا الريزيدونس، راه ولا داك المكتب بحال الا غادي تدخل السفارة ديال سويسرا. ولا خيانة المتخاذلين، ولا خيانة المتخاذلين، عهد منا، عهد منا، والله علينا رقيب، والله علينا رقيب، ألا نتراجع ولا نستكين، ألا نتراجع ولا نستكين. غير التذكير، الله يخليكم، نهار الثلاث الربعاء تشرفت، والخميس اضراب عام اليوم كامل. تسناو ما تشرفوا الصحاب فوق، تسناو راه ان شاء الله كان غادي يخصم دروك اللي غادي يطلعوا الفوق، القصور تاع الحمام، المعيز، العبيدات، فلاله، ولاد ابراهيم، غادي نطلعوا حنا منا بالمسيره بعد الفوق. اللي غادي يمشوا منا مع زرو غادي يمشوا بالمسيره، اللي غادي يمشوا منا مع بغداد غادي يمشوا بالمسيره ان شاء الله ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عاملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا لنكن خاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ترى تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم ارزقنا قلبا طيبا ونية صادقة وعمل متقبلا. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اجمع الله، اجمع الشمال، الله يرد الهمل، الله يعمر القافلة بالجميع إن شاء الله. اللهم اجعل بلدتنا بلدة آمنة مطمئنة، وجميع الوطن وجميع بلاد المسلمين إن شاء الله. إخواتنا في فلسطين نقول لهم صبرا جميلا إن شاء الله. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بجنود من عندك، اللهم أيدهم بجنود من عندك. اللهم شاف مرضاهم وشاف جرحاهم وارحم موتاهم، الصهاينة المغتصب، اللهم اشف شملهم واجعل مصيبتهم بينهم وأرح الدنيا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا متواصلين بالحق متواصلين بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإحنا الناس على الفوق غادي يفوتوا لنا مع جيت البوليس.